الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاتقوا الله ما استطعتم. صدق الله العلي العظيم. العلماء الأخباريون والعلماء الأصوليون ما الفرق بينهما؟ بين الفقهاء الأخباريين والفقهاء الأصوليين توجد اختلافات في الرأي في مسائل في أصول الفقه. هذه الاختلافات هي الاختلافات الأساسية بين الأخباريين والأصوليين. من جملة تلك المسائل التي اختلف فيها الأخباريون مع الأصوليين مسألة جريان أصل البراءة في الشبهات التحريمية. هذه من مسائل أصول الفقه. يعني ماذا؟ يعني إذا حدث للمكلف شك شبهة في شيء أنه حرام أم ليس بحرام، هنا الفقيه الأخباري يقول يجب عليك أن تحتاط، يوجب الاحتياط. الفقيه الأصولي يقول لا يجب عليك الاحتياط. هذه من المسائل التي لها فروع بالعشرات بل بالمئات، وهذه من المسائل التي حصل اختلاف بين الفقهاء الأخباريين والفقهاء الأصوليين. وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية. شبهة تحريمية يعني شك في أن هذا الشيء حرام أم لا، هذه تسمى شبهة تحريمية. هل الاحتياط في هذا المورد واجب أم لا؟ الأخباريون يقولون واجب، الأصوليون يقولون ليس واجبا الاحتياط. هذا الاختلاف في وجوب الاحتياط ليس في محبوبية الاحتياط. يعني فقهاؤنا الأخباريون والأصوليون متفقون على محبوبية الاحتياط. الاحتياط محبوب أم لا؟ محبوب، لا يوجد اختلاف في محبوبية الاحتياط. الاختلاف أن هذا الاحتياط المحبوب يصل إلى درجة الوجوب أم لا. أما في أصل محبوبية الاحتياط لا يوجد اختلاف. الاحتياط شيء محبوب؟ نعم محبوب. الاحتياط بعيدا عن بحث الشبهة التحريمية بصورة عامة، الاحتياط هذا الشيء الذي كاد
أن ينعدم في حياة بعض الناس. صار الاحتياط في حياة بعض الناس شيء نادر. نادرا ما يفكر في الاحتياط. هذا العمل حرام أم لا؟ الفقيه يقول لا، ليس محرما، خلاص لا يفكر في الاحتياط هنا. هذا العمل واجب أم لا؟ الفقيه قال له لا يجب هذا العمل، خلاص الاحتياط ما موجود. أين المشكلة؟ سؤال. توجد مشكلة في هذه الحالة؟ نعم. المشكلة هي التي وردت في النصوص الشريفة، في الروايات الشريفة. الأنبياء والأوصياء من أهم أدوارهم أن يفهموا البشر ما يقوله عقل البشر، ليثيروا لهم دفائن العقول. هناك أشياء مدفونة في عقولنا، موجودة ولكنها مدفونة. الأنبياء والأوصياء يستخرجون هذه الأشياء المدفونة في عقولنا، يبينون أمورا هذه الأمور عقولنا ترى أنها بالفعل كما بينها. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. هاي المشكلة، مشكلة ترك الاحتياط. ما هي مشكلة؟ أنك عندما تمشي على الحافة احتمال سقوطك احتمال كبير. شخص يقود سيارة، حسب التعبير الشائع يسوق سيارة، ويقود ليس يسوق، هذه قيادة ليست سياقة. السياقة من الخلف، القيادة من الأمام. الذي جالس في السيارة يوجه السيارة، يوجه السيارة من أمام، هذه تسمى قيادة في اللغة العربية لا تسمى سياقة. السائق حسب التعبير العام، أو القائد حسب التعبير الدقيق، القائد للسيارة يقود بسرعة وعلى حافة الطريق. احتمال سقوطه موجود أم لا؟ احتمال سقوطه كبير. امشي في الوسط، القيادة في الوسط أأمن بكثير من أنك تقود على حافة الطريق. هذا الشيء غير حرام، خلاص غير حرام، ولكن ما هي تبعات هذا الشيء؟ التدخين حرام؟ الفقهاء قالوا لا، التدخين ليس حراما، خلاص. نعم التدخين ليس محرما حسب فتوى الفقهاء، ولكن ما الذي يؤدي إليه التدخين؟ يخاف من ذاك. الإنسان في البلاد المسلمة، في بلاد المسلمين، يأكل من جميع المطاعم، حرام؟ لا، جائز. ولكن هكذا تصرف، أنا أذهب إلى أي مطعم أكل أي شيء، هذا تصرف احتمال أن يوقعني في الحرام احتمال كبير. يعني دائما لا، وقد لا يسقط الإنسان في الحرام، هو كلام النبي صلى الله عليه وآله. أوشك، أوشك يعني ماذا؟ يعني اقترب. هذه من أفعال حسب تعبير علماء النحو، أفعال المقاربة، الأفعال التي تدل على قرب الشيء. أوشك من هذه الأفعال. الذي يحوم حول الحمى كما في بعض الروايات،
أو في هذه الرواية الشريفة من رتع حول الحمى أوشك يقترب من السقوط، احتمال سقوطه احتمال كبير. وكثير من الاحتياطات حقا سهلة، سهلة سهلة بما في الكلمة من معنى. هذا الطعام ما أكله، أكل طعام ثاني، طعام مشتبه، طعام محل كلام. أنا في الصحراء إذا ما أكلت هذا الطعام أموت من الجوع؟ لا، في بلد فيه طعام كثير، مطاعم أطعمة كثيرة، اذهب كل طعام آخر، في مشكلة؟ لا، ما أسألها من عمل. أنا ليس كلامي عن هذه الأمور، بصورة عامة حالة عدم الاهتمام بالاحتياط، بأخذ الحيطة، بأن تمشي في وسط الطريق. خصوصا للشباب، خصوصا للشباب، الشاب طاقته أكبر، اندفاعه قوي، تجاربه قليلة. لعل الشخص الكبير في السن إذا بدأ بالتدخين احتمال سقوطه فيما هو أسوأ من التدخين احتمال قليل، ولكن الشاب احتماله كبير. هذه المآسي من أين جاءتنا؟ انتشار تفشي حالات الطلاق، انتشار تفشي المخدرات، تفشي العزوف عن الزواج، تفشي الأعمال المحرمة الجنسية. العادة السرية، لماذا هذه الأمور تفشت بهذه الصورة المفجعة؟ مرة واحدة الشخص يسقط في الحرام؟ لا، يقترب 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 ثم يسقط. مرة واحدة لا يسقط. أول شيء نظرة، ثم بعد ذلك تأتي مراحل أخرى. بدون النظرة الإنسان يسقط في الحرام؟ لا، عادة لا. أول شيء إنسان يسمع شيئاً، أول شيء إنسان يأكل شيئاً عادي حلال، ثم يسقط في الحرام، ثم تحصل مشكلة، ثم تحصل ظاهرة. الآن هذه المشاكل ظواهر والعياذ بالله في بلادنا في مجتمعاتنا. ظاهرة أم لا؟ المخدرات ظاهرة أم لا؟ من أين جاءت المخدرات؟ مرة واحدة الشخص يصبح راعي المخدرات؟ لا، لا يمكن. كل شيء هناك خطوات تؤدي به إلى الشيء الخطأ. محرمات، تفشي محرمات، انتشار محرمات، من أين المحرمات جاءت؟ إذا كان الإنسان يأخذ احتياطه ما كان يسقط في هذه المحرمات. في أي مجال؟ في هذا المجال خذ احتياطك، عادة لا تسقط في الحرام. قد تسقط في مجال آخر ما أخذت الحيطة. يا أخي لماذا تصعبون الأمور علينا؟ يوم الجمعة قل لنا كلام لطيف. نحن عندنا شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندنا ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تخوفنا من ماذا؟ تخوفنا من النار؟ وهل تقترب النار من عنده ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من يمتلك شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، بالفعل شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا أقول شيء ثمين، أصلا الشيء الثمين الوحيد الذي نمتلكه هي ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندنا شفاعة أهل البيت، أملنا الوحيد بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما عندنا أمل ثاني. نعم،
ويشفعون يشفعون. بالمناسبة أحد المؤمنين أهل البيت يشفعون، أولادهم يشفعون، أصحابهم الكرام يشفعون، من حولهم يشفعون، شفاعة واسعة. أحد المؤمنين ينقل أنه ذهب إلى حرم المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أراد أن يطلب حاجة استحى، أكمل الزيارة ذهب إلى أبي الفاضل عليه السلام، قال له: سيدي يا أبا الفاضل، كنت عند أخيك ومولاك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أردت أن أطلب منه حاجة استحييت، ولكني أطلب منك، ما عندي حل آخر. حاجتي، أنا عندي مشاكل دنيوية، عندي هموم، عندي آلام، عندي حوائج دنيوية ليست مهمة عندي. هذه الحوائج، الدنيا بسرعة تمضي، صعوبة بسهالة بالنتيجة تمضي، ولكن سيدي أنا خوفي في الليلة الأولى من قبري، أطلب منك أن تأتيني في تلك الليلة. أردت أن أقول لأخيك سيدي الشهداء استحييت، أقول لك سيدي أنت أتني، هذا الشيء الذي لا أتمكن عليه، هذا الشيء الذي خائف أنا منه. قال هذه الكلمة، زار أبا الفاضل عليه السلام وخرج. لعله بعد ليالي قليلة ينقل أنه رأى في عالم الرؤيا أنه قد مات، جهزوه دفنوه، صار يلتفت يمينا شمالا ليرى أبا الفاضل عليه السلام، ما رأى. جاء الملكان، عندما بدأ يسألان منه من شدة الخوف صرخ: يا أبا الفاضل. يقول: بمجرد أن صرخت يا أبا الفاضل، في أقل من طرفة عين وجدت أبا الفاضل واقفا عند رأسي. قلت له: سيدي هذا يومك. فأشار أبو الفاضل عليه السلام إلى الملكين بعبارتي أنا، قال: هذا من جماعتنا. الملكان في الليلة الأولى من القبر، ما الذي يريدان؟ يريدان هذه الكلمة: هذا من جماعتكم. خلاص، كل الأسئلة خلاصتها هذه الكلمة. أبو الفضل أعطى الجواب كله. الملكان ودعا وذهبا. أراد أبو الفضل أن يذهب، قلت له في عالم الرؤيا، قلت له: سيدي أنا في الدنيا طلبت منك حاجة، ولكن الآن أطلب منك حاجة ثانية. أنا ما تمكنت ولا أتمكن على هذه الليلة، كذلك لا أتمكن على القيامة، في القيامة أيضا أتني. فتبسم أبو الفضل وضمن لي أن يأتيني في القيامة أيضا. كيف لا؟ المسؤول الأكبر في البرزخ أخوه سيد الشهداء، المسؤول الأكبر في القيامة أبوه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. يشفعون يشفعون. علي قسيم الجنة والنار، الرواية متواترة، روايات ليست رواية واحدة. السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه عنده قصيدة جميلة لطيفة، يخاطب المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: شهيد الله يا صديق هذه الأمة الأكبر، يعني يا أيها الصديق الأكبر لهذه الأمة، شهيد الله، الله شاهد على ما أقول، ما الذي تريد أن تقول؟
شهيد الله يا صديق هذه الأمة الأكبر بأني لك صافي الود. سيدي يا أمير المؤمنين أنا حبي لك صافي. بأني لك صافي الود في فضلك لا أستر، لا أخفي فضائلك، أجهر بفضائلك، أبوح بفضائلك. شهيد الله يا صديق هذه الأمة الأكبر بأني لك صافي الود في فضلك لا أستر. ويا فاروق بين الحق والباطل في المصدر، ويا من اسمه في الكتب معروف به حيدر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وسمته به أم له صادقة المخبر، قسيم النار هذا لي. أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار في الأحاديث الصحيحة يقول للنار هذا لي اتركيه وهذا عدوي خذيه. قسيم النار هذا لي. إلى أن يقول في مقطع آخر من هذه القصيدة: وهذا لك يا نار، هذا لي هذا تركيه، وهذا لك يا نار فحوز الفاجر الأفجر. ويا أول من صلى ومن زكى ومن كبر، ويا جار رسول الله في مسجده الأكبر، كل الجيران أغلقت أبوابهم إلا هذا الجار، ما بقيت لأحد كرامة في هذا المجال، حتى للطيبات من زوجات النبي صلى الله عليه وآله كل الأبواب أغلقت، الجار الوحيد الذي بقي جار المسجد هو هذا. في الرواية الشريفة يوجد تعليل لهذا الشيء، لماذا؟ لأنه لا يحل أحد أن يدخل مجنبا إلى مسجد رسول الله، ولكن محمد وآل محمد استثناء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا لا أقول، روايات صحيحة تقول استثناء من هذا القانون، لأن أساسا هذه الجنابة التي تحصل للإنسان العادي لا تحصل لهم، هم مطهرون. ويا أول من صلى ومن زكى ومن كبر، ويا جار رسول الله في مسجده الأكبر، حلال فيه أن تجنب لا تلحى ولا توزر، وقد بايعه جبريل نعم البائع المشتر، بدينار من الحب فلا يندم ولا يخسر. أمير المؤمنين يشفع يشفع، قسيم الجنة والنار، نعم قسيم الجنة والنار بمعنى كلمة القسيم، نص العبارة هذا لي وهذا لك. في الرواية الشريفة نص عبارة الرواية يقول للنار هذا لي ولا يترك جماعته أبدا، حتى في رواية العامة هذا الشيء موجود أن البعض فلان وفلان يترك بعض جماعته، أمير المؤمنين لا يترك جماعته. شفاعته نعم شفيع، أنتم الصراط الأقوم أو أنتم السبيل الأعظم، وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. شفاعة شفاعة نعم، عندنا أمل بالشفاعة؟ لا، الأمل الوحيد هي الشفاعة. ولكن إخواني عفوا بهذه الصراحة أتكلم، عيب علينا أن نطلب شفاعة في أمور تافهة، عيب علينا. أنت عندك صداقة مع رئيس متنفذ بيده كل الأمور في بلد،
تتجاوز الإشارة الحمراء، يأخذوك يسجنوك، ثم يعرفون أنك من أصحاب ذلك الرئيس، يأخذونك إلى ذلك الرئيس، الرئيس يشفع لك، اتركوه. ما الذي يقول لك هذا الرئيس؟ يقول عيب عليك، عندك صداقة، عندك مكانة، تستخدمها في أن تتجاوز إشارة حمراء، اصبر خلف الإشارة الحمراء 5 دقائق. استخدام شيء ثمين في أمور تافهة هذا عيب. شفاعة محمد وآل محمد، الأنبياء والأوصياء يطلبونها. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأنبياء الطاهرون المنزهون الذين ما ارتكبوا ذنبا واحدا في كل حياتهم يطلبون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الشفاعة بهذا الوزن، بهذا الثقل، هذا الشيء الثمين بهذه الدرجة، أنا أستخدم هذه الشفاعة في ماذا؟ في أنني ما صبرت على نظرة، في أنني ما صبرت على سماع صوت، في أنني ما صبرت على قول كلمة، ليس عيبا؟ الملائكة يوم القيامة ربما تقول لنا عيب عليكم فشلتونا. هذا الشيء الثمين استخدمتموه في شيء تافه تافه. نطلب شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يا أخي قليل من الاحتياط، ما الذي يحصل في حياتي؟ كيف كان البعض يحتاط احتياطات صعبة في ظروف صعبة وأنا في قضايا عادية عادية؟ يا أخي هذا العمل لا تعمله سهل، هذا القول لا تقوله، لا تقوله، ما أسهل الأمور. في هذه الأمور لا نريد أن نحتاط. حرام؟ لا، ليس بحرام، خلاص. في أصعب الظروف، في أصعب الظروف التي أجاز الله سبحانه وتعالى بعض الكلمات، بعض المؤمنين في ظروف صعبة ما قالوا كلمة الكفر، وكان جائز لهم أن يقولوا كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلوبهم كانت مطمئنة بالإيمان، قل هذه الكلمة نجي نفسك. ما كان يقول، يحتاط، يأخذ حيطته. في كل شيء هكذا، الآن أمور سهلة لا نحتاط فيها. قليل من التقوى. طبعا كلامي غلط، كلام الله هو الصحيح، اتقوا الله ما استطعتم، ولكن أقول نبدأ بالقليل إلى أن نصل إلى فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى ما هي مادتها؟ من تقوى؟ لا. من تقية؟ لا. من قوية؟ من ماذا؟ التقوى مادتها ما هي؟ من وقية، وقى، وقاية. التقوى من مادة وقية، الوقاية. درهم وقاية خير من قنطار علاج، هذا في الدنيا. في الآخرة درهم وقاية خير من مليارات القناطير من العلاج، آخرة هذه. قليل من الوقاية. وقاية يعني ماذا؟ يعني تمشي في وسط الطريق، يعني تأخذ احتياطك، هذا الوقاية. إذا سقطت بعد ثم أردت أن تعالج هذا علاج، هذا ليس وقاية. بعض المؤمنين في هذه الأيام، أيام الشتاء، يذهبون إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، مدينة مشهد، تعلمون الذي ذهب بارد قليلا، ليست من المدن الباردة جدا ولكن باردة بالنسبة للشخص يعيش مثلا في الخليج. مدينة مشهد مدينة باردة في أيام الشتاء، يأخذ احتياطاته أم لا؟ كل الاحتياطات يأخذها، ملابس شتوية وكذا وزيادة على ذلك يأخذ احتياط. وقد لا تكون مدينة مشهد باردة في الأيام التي تكون، لعلها تكون باردة، لعله تأتي موجة برد، أخذ احتياطاتي في الأمور المادية العادية، نأخذ احتياطاتنا. يا أخي في الأمور الأخروية نأخذ احتياطاتنا. كل كلامي أتركه، كله ختام كلامي كلمة، كل كلامي أتركه، فقط لا تنسوا كلمتين مقدستين
كلام الله كلام رسول الله، كلام الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ثم أنظر وضعك، هذه الكلمة احفظوها، كلمة مشهورة طبعا: من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، اللهم بحقهم لا تحرمنا من شفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رزقنا زيارتهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.